وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.